كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم وبعود الأيام. أنا هبة حسب ودي حلقة جديدة من اللعب مع الكبار. ضفنا النهاردة في اللعب مع الكبار مخرج مميز جدا، أفلام شفنا له، مسلسلات وإعلانات، وحتى كمان مهرجانات. أحدث أعماله اللي شفناه واتبسطنا بيه جدا فيلم حامل اللقب، وفي المسلسلات كمان حبينا له الأجزاء الأولى من الكبير وخلصانة بشياكة، بخلاف إعلانات بنك مصر اللي بتفضل مكملة معانا طول السنة وبنفضل نسمعها حتى كأغاني عادية. ولما أخرج مهرجانات أخرج أكبر مهرجان بيتعمل في مصر، مهرجان القاهرة السينمائي، المخرج المميز هشام فتحي. رمضان كريم وكل سنة وانت طيب عليك وعلى كل أسرتك. وانت بألف صحة وسلامة يا هبة، وشكرا على المقدمة الجميلة دي، ورمضان كريم على الناس كلها. هشام، وانت بتخرج كوميديا وفيلم حامل اللقب، فيلم يعني مش هقولك قد ايه الناس حبته وتفاعلت معاه، انت بتخرج كوميديا لشعب ابن نكتة وبيعرف كويس قوي يختار الحاجة اللي بيضحك عليها من غير ما تبتزل ومن غير ما تخسر جمهور في سن صغير او في سن مراهق، والعيلة تقول لا الافيهات دي ملائمة او غير ملائمة. بتعمل اللعبة دي ازاي ان الكوميديا تضحك وتبقى كل الناس حباها من غير ما تفلتر اعمالك؟ والله طبعا هو تحدي كبير جدا، لان احيانا طبعا الخروج على النص شوية دايما بيزود النوع من انواع الضحك، بس في نفس الوقت احنا طول الوقت دايما بقول ان القصة والدراما اللي انت بتختاري انك تعمليها هي اللي بتحطك في الاطار ده. فطول الوقت لما بتلاقي نفسك بعيدة او بتخرج برا الاطار فبنقرر نقول لا مش ده موضوعنا، يعني زي ما بيقولوا ايه، مش هنبيع الدراما عشان ضحكة مش موجودة معانا. فبالعكس لا، بنحاول نحط دايما اعتبارات، واحيانا برضو بنحط ليفلز للضحك، ممكن كل الناس تتفرج بس في حد اكتر شوية كده واعي شوية هيفهم ضحكة مستخبية جوه، فبنحاول نعمل ده وده بس بذكاء. كنت بسمع دايما تعبير كوميديا الموقف، ايه اللي بيفرق كوميديا الموقف عن كوميديا اللفظ او الكوميديا اللي هي الافيه اللي بيتقال دلوقتي، وانهي فيهم الابقى، انهي اللي بيعيش؟ طبعا انا في رايي هو الكوميديا اتعملت عشان تبقى موقف. الكوميديا الكلاميه السريعه دي كوميديا هتلاقيها في البيت وعلى القهوه وفي كل مكان، بس بتاخد وقتها، بتاخد وقتها وتختفي، لانها دايما مرتبطه بشيء بيحصل حواليكي، بموقف، فالحاجات دي بتقدم، فلما بتقدم بيجي جيل تاني ما يقدرش يفهمها او يستغرب يقول هما كانوا بيضحكوا على ايه الناس دي. الموقف مختلف، الموقف بيفضل موقف باللوكيشن بتاعه، باكسسواراته، بحاجته، بطريقه تفاعل الممثل مع المكان نفسه. زي مثلا فكره ان حد يقع، من أيام تشارلي شابلن يقع الناس تضحك، هيقع في الثلاثينات، هيقع في الخمسينات، هيقع في التسعينات، هتلاقي الناس بيضحك والأطفال بيموتوا على نفسهم من الضحك. فطبعا الكوميديا الموقف أبقى وأصعب وفي رأيي إنها هي اللي بتخلي الضحك يعني ليه معنى أكتر. يعني هشام فتحي، كنت بتلعب إيه وانت صغير في الشارع؟ وهل لسه بتشوف الألعاب اللي انت تعودت عليها وطلعت عليها لسه موجودة، ولا عينك بتلقطها وانت مخرج وبتروح هنا وتختار كادرات هنا وتختار لوكيشنز مناسبة لأعمالك، بتقابل الألعاب دي وانت بتختار ولا بتفتعلها لأنها مبقتش موجودة؟ للأسف هي اللعب دي اختفت من الأماكن اللي احنا تربينا فيها، ويمكن بتظهر وأنا أحيانا كتير قوي بجيبها في إعلانات بنك مصر في الأماكن اللي ستيل محافظة على شكلها. يعني تروح القناطر هتلاقي الولاد بيلعبوا اللعب الدبور اللي هو النحلة وشبر وشبرين، والحاجات دي ستيل موجودة وبتشوفيها بعينيكي. إنما طبعا وسط القاهرة أو في الأماكن اللي أنا تربيت فيها اختفت. أنا كنت بنلعب في الشارع كورة ونلعب شبر بشبرين والنطة الإنجليزي وبيلي، والحاجة ده كله اختفى في وجود بقى طبعا عصر الأماكن المغلقة والكومباوندات ومعرفش إيه والجيران اللي ما بيكلموش بعض. طبعا الحاجات دي وظهور الموبايل والجيمز أكتر والكلام ده طبعا ما اختفت. دراما الكومباوند دي لايقه على الشعب المصري، ان احنا معظم المسلسلات وحتى كمان في الافلام بنلاقي اماكن نظيفه قوي، حلوه قوي، جميله قوي، اللي هو الناس احنا بنروح نصيف فيها انما مش عايشين فيها طول الوقت. شبه المجتمع بجد ولا مخلقه كده؟ هي طبعا هي معادله، يمكن بس المعادله اتزانها اختل. يعني هو لازم تشوفي ده
والمجتمع ده وتشوفي المجتمع ده. أنا بحس إن إحنا قررنا نبعد شوية عن الحقيقة. وبيتقال كلمة بستغربها اللي هو فكرة إيه، هو إحنا ليه بنطلع حاجاتنا الوحشة؟ هو إحنا هو دور الفن بشكل كبير إنه يطلع الوحش وإنه يبقى مراية حقيقية للمجتمع. قصاد ده بيبقى فيه ميزان تاني، خلاص إنك تشوفي الحاجات الحلوة في المجتمع، تشوفي الحاجات الجميلة في المجتمع، بس لازم الاتنين يبقوا موجودين. لازم. ايه العلامه اللي بيسيبها هشام فتحي وراف اعماله حتى لو في عمل ما فيهوش تتر، زي ما كان في اعلان كاتب على تيشيرت الولد كلمه هشام، انا موجود في هذا العمل وانا ايدي في اللوكيشن ده، بتسيب ايه وراك يقول ده اخراج هشام فتحي؟ والله المخرج انا في رايي بيسيب حاجتين. بيسيب اثر مع الناس اللي اشتغل معاهم ورا الكاميرا قدام الكاميرا، بالتزامه بحبه لشغله، وحتى لو هما بيشوفوا أحيانا تعنت أو كده هيبيفهموا بعدين إن هو كان درس كبير قوي في حياتهم عشان يكملوا عليه. والجزء التاني، الأثر التاني اللي بيسيبه، أنت بتسيبي عند المشاهد ذكرى حلوة طول الوقت يفضل يتفرج عليه. أنا دايما أقول إيه، في عمل تحبيه بس تقولي مش هيعيش، يعني ما عندوش فرصة تانية للفرجة. وفي أعمال، ده اللي أنا بحاول طول الوقت يعني على قد ما أقدر أعملها، إن الحاجات تشوفيها مرة واثنين وثلاثة من أصغر حاجة. وأنا دايما أقول إن المخرج، يعني في ناس بتنتقد ساعات يقولك هشام بيشتغل مهرجانات وبيعمل وهو مش مركز في حتة واحدة، أنا مركز في حاجة تانية، إنك تنجحي. تنجحي في مهرجان، تنجحي في إعلان، تنجحي في برنامج، تنجحي. النجاح هو زي ما بيقولوا إيه، تارجت بيجمع كل دول، هي وسائل مختلفة، ممكن البرنامج غير الفيلم، بس هو كلهم بيندرجوا تحت أنت بتوصلي رسالة ما، ضحك، هزار، فن، فكرة، وهكذا يعني. طالما ذكرت المهرجان عايزة أعرف إخراج المهرجان، وانت مش أي مهرجان، ده مهرجان القاهرة السينمائي اللي هو أكبر حاجة ليها علاقة بالفن السابع، أضاف لك إيه سكيلز كمخرج، كمهارات؟ يعني أنا مش عارفة قدرت الموضوع إزاي، بس هو أكيد أضاف لك أدوات ومهارات مختلفة، أو انت احتجت أدوات ومهارات مختلفة. المختلف في المهرجان عن باقي الأعمال الفنية؟ المختلف أولا أن أنت بتقدميه للفنانين، أنت بتدخلي قاعة فيها 1000 شخص كلهم بيشتغلوا في المجال ده. فعشان تقدم لهم حاجة، وانت عارفة الفنانين بيقفوا البعض على الواحدة، فعشان تقدم لهم حاجة وحاجة مختلفة في مهرجان من أعظم مهرجانات العالم، مهرجان القاهرة، فطول الوقت أنا دايما أقول بفرجتي حتى المهرجانات الأخرى، يعني في دايما لمسة بيبقى فيها نوع من الضحك، سكتش، فقررت ان احنا why not ان احنا نجيب ده، why not ان احنا نغير نوع الممثلين او المقدمين على المسرح، why not ان احنا ممكن نستغنى عن المذيعة في الافتتاح ويبقوا الفنانين هم اللي بيقدموا الافتتاح، why not ان احنا نكتر عددهم، ليه لأ، ممكن بالبداية تبقى بسكتش كوميدي، مرة وفقنا فيه، مرة موفقناش فيه، مرة الناس حبيته، مرة ما حبيتوش، بس كان عندنا من الجرأة ان احنا نعمل ده، نقصر وقت الافتتاح، الناس بتبقى جايب فساتين وكعوبة عالية وداخلين وريد كاربت، فبتدخل هتقعديهم ساعتين، لا، في ذكاء ان بالعكس كان تجربة رائعة ثرية جدا، خصوصا انها عرفتني كمان على جيل قديم، يعني من اول دورة من 6 سنين بقت صديق، اكتسبت صديق رائع، أستاذ سمير صبري وغيره وغيره وغيره، الله يرحمه. وبالعكس يعني كانت من أحلى التجارب مع أستاذ محمد حفظي خصوصا. يعني هشام فتحي كل سنة وانت طيب، رمضان كريم، ويا رب دايما منورنا ومنور شاشتنا في رمضان، ويعود عليك بالخير. شكرا يا هبة، جدا جدا جدا، ورمضان كريم عليكم. وعايز اقول حاجة انتوا دايما بتطلبوها تتقال، بس انا هقولها لوحدي. يعني انا اذاعة انرجي من الاذاعات اللي انا بحبها فعلا، والاذاعة عموما مش بسيف الحياة الاعتراف يا جماعة، والله هو قاله لوحده، انا ما طلبتهوش، انا قلتها لوحدي فعلا. والاذاعة هتفضل مصدر الهام خاص مختلف عن السينما والتلفزيون، ممتع، ليه رونق وليه طبيعة خاصة جدا. كل سنة طيب يا شيخ. وانتي بألف صحة وسلام.